منذ اتخذت وزاره التعليم القرار بنقل التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصه في مركبه تجاريه واحده يعاني عدد من الاطفال من قريه السيد بنقب من مشاكل كثيره في نقل اولادهم الى مدرسه افاق للتربيه الخاصه في تل السبع ما يؤدي الى تغيبهم المستمر عن مقاعد الدراسه عندي حمزه بيمشي على مدرسه تل السبع بيقرا في مدرسه افاق على كرسي طبعا كرسي اللي هو آه كرسي القليم يعني آه بنعاني من شركة النقليات السفريات للمدرسة من أول السنة لليوم ما في آه شركة أو سيارة منتظمة تيجي تشيل حمزة للمدرسة حمزة الحين قاعد في الدار من الجميع مع آه مبلغ أن حمزة في الدار ما بيمشي على المدرسة آه لليوم للأسف لا رئيس مجلس ولا المسؤولين ولا المدير كلهم معهم خبر وحمزه قاعدين بنعاني من الموضوع هذا وحمزه في الدار مع الاسف لليوم وفي ظل المصالح المتناقضة بين المجلس الإقليمي القصوم والأهالي الذين يفضلون نقل أولادهم بصورة منفصلة واختيار مرافقة مقبولة عليهم يقع هؤلاء الأطفال ضحية لضياع عشرات الساعات التعليمية والاستراع المستمر بين الأهل من جهة والمسؤولين في السلطات ووزارة التعليم الذين يحاولون بشتى الطرق التقليص من المصروفات في عندي عيل بيمشي على مدرسه في التله السبع في مدرسه بنمشي بنوديها ما فيها ساعات توديها ولا تجيبها من اول السنه مشيت مرتين مره مرتين ثلاثه على المدرسه بقولوا ما فيها ساعات وايش نحل مش لاقينا حل المشكله هذه وزارة التعليم عقبت بالقول إن مسؤولية السفريات تقع على عاتق السلطة المحلية فيما رد المجلس الاقليمي القسوم انه تواجههم مشاكل بالنسبه لتشغيل المقاولين في هذه المنطقه حيث يرفض الاهالي نقل اولادهم بصوره جماعيه لاسباب لا صله لها بالسفريات وقد تم حل هذه القضيه بصوره جذريه وستعمل شركه سفريات بصوره منتظمه مع هذه الشريحه منذ اليوم.